عن الملف اللي هو حديث الساعة، في إجماع على أنه القضاء يتعرض للانتهاك والضغوط والتدخلات بهالعهد بمستوى غير مسبوق حتى بين الفترة السورية، ولكن ما حدا كان يتصور أنه توصل التجاوزات السياسية بالقضاء إلى هالتردي اللي بلغته بالعملية البوليسية اللي قادتها القاضية عون ضد مؤسسة عائلة مكتف المالية بمنطقة عوكر. خلينا نوضع نقطة على السطر اليوم بهالإطار مع ضيفنا اليوم القاضي فرانسوا ظاهر. صباح الخير. صباح الخير، خلينا ياكي. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. شكرا على الاستضافة، تسلمي. يعني اليوم حديث الساعة، حديث الساعة اللي صار مع القاضية غادة عون اليوم، هل كان بالأول قبل ما نتطرق طبعا إلى ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى، بس هل كان بالأول بحقلة للقاضية عون تدخل إلى مكاتب شركة مكتف مع أنه القاضي سامر ليشع هو المخول بهالملف، بحق إلا القاضي غادة عون كمدعى عام استئنافي بجبل لبنان بمرحلة أولى كانت هي أم تتولى التحقيق؟ نعم. بمرحلة لاحقة صدر قرار بتوزيع الأعمال، نعم، عن مدعى عام التمييز بالنسبة لأعمال قضاة النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان. بعد قرار التوزيع حكما القاضي غادة عون ما بعود عندها الصلاحية النوعية لا تقدر تحط ايدها على الملف وتكمل التحقيقات وتفوت تعمل تفتيش بمكاتب شركة مكتف. طيب شو حجتها قبل هالقرار؟ قبل هالقرار صلاحيتها كانت القانونية تسمح لها على انه تفوت على المكاتب. هلا الدخول الى مكاتب موقع الجريمة له اصول، له ضوابط، يعني منه عملية رازيا، منه عملية اجتياح، هي بتكون عملية منظمة وفقا للقانون. بده يكون في محضر، منفوت بموجب محضر، بيكونوا أصحاب العلاقة موجودين أو بيكون وكيل موجود أو بيكون اثنين شهود بعينهم النائب العام، يعني ما بيحقلها ليفتش بالمواد المرتبطة بالجرم الموضوع التحقيق. طيب هيدا من ناحية القوانين تسمح له ولا ما بتسمح له، بس نعم. يعني الشكل يعني اللي صار خلع وكسر كمان، يعني صح. هل القاضي بحق له يقوم بهالتصرفات؟ وعم نحكي بمعزل حضرتك، يعني مستقل بتقول رأيك بكل صراحة، بكل صراحة بالقانون، يعني خلع وكسر وضجة، صح، وما بحق لك يعني قاضية لأنه هالملف مش من صلاحيتها من بعد توزيع الأعمال، صح. ما هو موضوع التحقيق هو عم بيتناول شركة تجارية، وبالنتيجة الشركة التجارية إلى أرباب عمل إلى مديريها، يعني يستدعوا المديرين ويطلب منهم أنه يفتحوا أبواب الشركة ويسلموا المستندات المتعلقة بموضوع الجرم يلي عم بيحقق فيه المدعي العام. ولكن أنه نفوت على مكاتب الشركة بطريقة اجتياح مع بعثرة للأوراق ومع خرق للحرمة، هيدا لا، وكسر وخرق حرمة المكان وحرمة المعطيات، نعم، المتوافرة بالمكان يلي بتتعلق بالجريمة ويلي ما بتتعلق بالجريمة، هيدي طبعا أمور منا قانونية. طيب منا قانونية وصارت، هل هي مجرد مصادفة أنه تقوم قاضية مثيرة للجدل يعني اليوم بتسييس صلاحيات القانونية بخدمة فريق اليوم العهد؟ خلينا نقول مع الأسف مصادفة أم في الأمر إن شو قصة الخلفيات؟ القضاء اللبناني من سنة التسعين، من أول ما بلشنا بعهد الوصاية السورية، أصبحت مفاصل بالقضاء اللبناني هي دايما بينتقوا أشخاص يكونوا مقربين من النظام، مقربين من المسؤولين السياسيين لحتى يقدروا يضبطوا إيقاع حماية هذا النظام، هيدي بشكل عام. ولكن هذا مش معناته أنه كل القضاء مسيس، ولكن في مفاصل أساسية دايما حريصة السلطة السياسية أنه يكونوا مقربين إلها، يكون تقدر تحكي معهم بالملفات الدقيقة أو الملفات الحساسة أو الملفات يلي بيكون هي إلى ضلع فيها أو مصلحة. نعم، بس هي طبعا هي حجتها أنه هي عم بتحارب الفساد، حجتها يعني عم بتقول أنه هي عم بتحارب الفساد والأموال المنهوبة، مشان هيك يعني وضعت إيدها على هالملف وبدأ تكمله.
ايه ست نوال، هيدي الحجة لا تستقيم، لان اليوم اذا هي عم بتحارب الفساد كل قاضي غيرها بيجي بيكمل هالملف كمان رح يحارب الفساد. نعم. يعني محاربة الفساد مش محصور بقاضي معين عم بيحارب الفساد وبقية القضاة مش عارفين يحاربوا الفساد، او ما بدهم يحاربوا الفساد، او هن فاسدين ما رح يحاربوا الفساد، ما بيصير. هي بدها تسترد اموال المنهوبة، غيرها كمان بيسترد اموال منهوبة، غيرها كمان بيحارب الفساد، وغيرها كمان بيسترد اموال منهوبة. مش حكر على فرد هو بيحارب بجرم معين وبقية القضاة ما بيحاربوا للحقيقة بذات الجرم. بس بمطالعتها قال المنهوب هو الشعب اللبناني، أهلي وأهلكم قدام مجلس القضاء الأعلى وحق الشعب برقابكم كلكم كقضاة عدل. أنا غادة عون ندرت نفسي لاستعادة حقوق شعبي، الحق لا خط سياسي أو مذهبي له، والحق هو الله وهو ناصر أصحاب الحق. هيدا الكلام، يعني من الكلام اللي قالته ضمن مداخلة الكلام اللي قالته القاضي غادة عون، هيدا الكلام اللي قالته يصلح لكل القضاة مش لا إلا بس، كل القضاة رسالتهم يقدوا هالكلام هيدا. وقال أنا مش ناطر حكمكم لأني أنا بنت القضاء اللي بتحكم باسم الشعب وما بتحكم إرضاء للفاسدين على الشعب. هيدا كمان يصح بالنسبة لكل بقية القضاة، ما فينا نقول أنه هيدا قاضي عنده سلطة محفوظة لإله بمحاربة الفساد، وهذه السلطة مش محفوظة لسواه بمحاربة الفساد، وإلا نحن أم نقول كل بقية القضاة هن فاسدين أو كل بقية القضاة هن ما بقى بيحاربوا الفساد. هيدا كلام لا يستقيم. طيب اليوم هيدا حجة لا تستقيم. اليوم يعني اليوم حيلا قاضي، يعني منوجه اليوم تحية للقضاة النزيهين، احنا مش عم نحكي طبعاً عن القضاة بشكل يعني هيك جمعناهم مع بعض، لا في قضاة مميز، لا لا من مميز، يقدر اي قاضي يقوم باللي قامت فيه القاضي عون اذا ما كان مدعوم سياسيا. يعني اليوم هل القصة قصة تمرد قاضي ابعد من ذلك؟ يعني هو هالتصرف جاي من فائض القوة، نعم، وجاي وفائض القوة جاي من فائض الدعم السياسي، يعني صاروا لاصقين ببعضهم. يعني هل الهدف من اللي صار؟ خلينا نقرأ. هل ممكن أي قاضي آخر يحط إيده على الملف، لسيما القاضي سامر ليشا، وبالتالي في كم الملف ويوصل لذات النتيجة يلي عم بتسعى لها الرئيس غادة عون. بس في فساد كتير بالدولة، يعني اليوم من على المنابر حتى النواب اللي بيتهموا بعضهم البعض بالفساد، في ملفات فساد قد ما بدك وما حدا تحرك. ليش هالملف بالذات وشو الرسالة من وراه؟ ليش هالملف بالذات؟ يعني بدنا نحط ايدنا كأنه حطينا ايدنا على كل الفساد بالدولة، مع انه في فساد لما اذا بدنا نحكي فيه ساعات وما بنخلص، وحتى هن يعني النواب نفسهم حكوا عن الفساد عند بعضهم البعض واتهموا بعضهم بالفساد وما حدا تحرك. لان ام نشوف ورا كل الحجج يلي ام بتبرر هذا التصرف من القاضي غادة عون، الحجج اللي ام تستعمل في وراها خلفية سياسية، خلفية سياسية بتقول انه نحن عم نشتغل لها الملف لان في استرداد لاموال منهوبة تعود الى الشعب. اذا في وجه شعبوي او في وجه يرضي الشعب انه نحن عم نحارب، نحن عم نحارب هالفساد، هالنوع من الفساد، لنسترد الاموال المسروقة من الشعب. هيدي هي الخلفية السياسية اذا بدك وراها، ام تستعمل سياسيا، وأم بيقولوا انه هالقاضي هي عم بتحارب الفساد اذا دعموها. بس لهلا يعني ولا مسؤول طلع وخبرنا او شرح للناس عن المسار القضائي اللي عم يسلكوا هالملف، ما في مسؤول بالدوله طلع وقال خبرنا عن اللي صار وليش صار وكيف صار عن ملف مكتف. نعم، عن ملف مكتف، لانه بيعتبروا اليوم هيدي تحقيقات بعدها بتنقلها طبع سري بعد اليوم، هلا هي قيد التحقيق، ملف قيد التحقيق، يعني في شبهه حول شركة مكتف بجرم معين، أم بنعمل تحقيق ليشوفوا إذا عناصر هالجرم متوفرة. هيدا اللي أم تعمله الرئيس غادة عون. اليوم اللي صار هو بقلب القضاء، ما لا تعني فيه السياسي، هو تمرد صار داخل الجسم القضائي، مش هيك؟ طبعا في تمرد، أكيد في تمرد، في تمرد، أكيد في تمرد، والمحاسبة في تمرد، لأن السلوكية القضائية مش هيك، الأداب القضائية مش هيك،
الأوانين العمل القضائي منا هيك. نحن راح ندخل بتفاصيل كلمة مجلس القضاء الأعلى اللي اتخذها بحق القاضي عون، بس بدنا نقول أساسا أنه أساس تقدم أي دولة هو وجود قضاء صالح ونزيه، وحده هو بينهض بالدولة، وهيدا اللي مش موجود عندنا نتيجة التدخل السياسي بكل مفاصل القضاء. فإذا مش أزمة قضاء، هو تمرد قضائي، بس القصة مش أزمة قضاء، أزمة سياسي، مش هيك حضرة أزمة القاضي؟ سياسي، أزمة سياسي بعد، وأزمة تقاسم السلطة بعدنا، بعدنا أم نتقاسم التقاسم السياسي أم بيستتبع تقاسم بالمواقع المفصلية بالسلطة القضائية. أصدقائي المستمعين، اتصالاتكم كمان في عنا كتير فويس مسج اتصالات رح ناخدها مباشرة بعد موجز أخبار التسعة وربع، وخصوصا أنه رح نتابع مع القاضي فرانسوا ظاهر، ورح ينضم لنا بسياق الحلقة رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان. انطرونا ما تنسوا. عم بتدور على وظيفة بشركة كبيرة؟ سبينس بتدعيك اليوم للانضمام لفريق عملها بكافة فروعها على أقسام اللحوم، السمك والشاركوتري. لتقديم الطلبات يرجى زيارة أحد فروع سبينس. سبينيز. لبنان ما بيموت، وسوا منرجع البسمة للبيوت والمكاتب، نبني اللي تهدم بأسرع وقت وأفضل الأسعار مع A to Z. A to Z إعادة تأهيل المنازل والأبنية وكل أنواع التصليحات، ألومنيوم، زجاج، PVC، واجهات، أبواب، بطون، بلاط، طرش ودهان، بالإضافة إلى التنظيف. A to Z 01-259-259 و70-341-555. هالسنة مع كيبل فيجن شهرين هدية لقعدتنا الرمضانية. مع كل تركيب كيبل فيجن من هلأ وخلال كل شهر رمضان استفيد من شهرين اشتراك مجانا، بالإضافة لحسم 50,000 ليرة، يعني من الآخر 150,000 ليرة توفير وبلا طول التفسير. لتعرف أكثر اتصل فينا على 1540 أو زور موقعنا www.cablevision.com.lb. نحييكم من صوت لبنان ونقدم موجزا للأخبار. مجلس البطاركة والأساقفة يفتتح دورة استثنائية للبحث في قضايا وطنية وكنسية. الأبيض، غالبية أرقام الكورونا إلى تحسن، العدد اليومي للحالات الجديدة، معدل الفحوصات الموجبة، حالات الاستشفاء وعدد الوفيات. وللأسف البيانات التي يتم مشاركتها علنا في تقرير وزارة الصحة غير كافية لمعرفة أسباب هذا التحسن بدقة. بحصلي لصوت لبنان، قرار رفع الدعم من عدمه سيناقش بعد شهر رمضان، وتمنينا على حاكم مصرف لبنان أن يستعجل بدفع فرق الدعم عن المواد الموجودة في المستودعات. اليونان توقع اتفاقا مع السعودية لإعارتها منظومة الباتريوت مع تزايد هجمات الحوثيين. الاتحاد الأوروبي، استمرار محادثات فيينا حول الاتفاق النووي في الأسبوع المقبل. نقطة على السطر، صوت لبنان اليوم، القضاء إلى الواجهة مجددا بعد اللي صار مع القاضية عون. متمردة أم مذنبة؟ شو كان متوقع من مجلس القضاء الأعلى؟ هل كان التوقع على قدر اللي قام في مجلس القضاء الأعلى؟ على كل حال بدي استقبل ضيفي القاضي فرانسوا ظاهر، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. قبل ما ندخل مع مجلس القضاء الأعلى والتدابير اللي اتخذها، خلينا بس نفصل ببداية الحلقة من بعد ما نفسح المجال للأصدقاء المستمعين أنه يتواصلوا معنا يقولوا رأيهم بصراحة على أرقام تليفونات صوت لبنان 01-255
511 01-325555 الخلوي 76-611-005. اليوم هل القضية قضية عون أبعد من مجرد تمرد؟ هل هي كباش سياسي؟ حكينا عن هالموضوع، كباش سياسي، مع أنه في كباش سياسي صح، لأنه عم بيقولوا الجهة طبعا التي تغطي القاضي عون وهي فريق العهد، عم بيقولوا يعني اليوم بين أنه عم يمنعونا من محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالشكل اللي صار، هاي ردينا عليها، هاي ردينا. هلا في كباش بين الرئيس غدا عون والمجلس قضاء أعلى، في كباش في كباش لأن في كباش لأن في كباش أساسا بين مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية. نعم، هذا الكباش الأساسي، بس اللي جاب رئيس مجلس القضاء الأعلى واللي دعمه هو رئيس الجمهورية. بس خلينا نقول كلمة حق، الرئيس سهيل عبود أكيد إجا برضا فخامة رئيس الجمهورية طبعا، وكان بطبيعة الأمور أن يكون هنالك تنسيق يمكن متوقع بين هالشخصيتين. الرئيس عبود عاد بالآخر أخذ المنحة الذي يعتبر أنه لمصلحة السلطة القضائية ومصلحة المؤسسة، وعمل التشكيلات القضائية اللي رأى فيها أنه هي لمصلحة هذه المؤسسة، لا يقدر يقلع بتحسين الأداء القضائي ونحارب الفساد إلى ما هنالك. واصطدم هالمشروع يلي عمله اصطدم بالسلطة التنفيذية، علما انه باعضاء السلطه التنفيذيه اخذ توقيع الجميع وقف عند فخامه رئيس الجمهوريه، وهيدا هالصدام الاساسي اللي صار بين مجلس قضاء اعلى ورئيس الجمهوريه، رجع اخذ وجه اخر هو مع الرئيس غادة عون ومجلس القضاء الاعلى. بدنا نفصل نحن وياك اليوم بيان مجلس القضاء الأعلى اللي طلع والتدابير اللي اتخذت اليوم، بس خلينا بالشكل نقول قصة هالتضامن بالإجماع على القضاء، شو أهمية أنه يكون المجلس مجلس القضاء الأعلى موحد ومنه منقسم لأنه اتخذ القرار بالإجماع، شو أهمية هالشي بالشكل عم نحكي؟ بالفعل كلمة حق تقال. قرار مجلس القضاء الأعلى اللي صدر بالأمس بالإجماع أنقذ السلطة القضائية، ورجع جمع القضاء وما ترك التصدعات تفكك المؤسسة ككل، وصدوره بالإجماع هذا شيء كتير مهم ومحوري، وكأنما العدلية أو السلطة القضائية هي لمت نفسها بنفسها ونقيت نفسها عن التصدع اللي كان عم بيجي عليها من السلطة السياسية. ردت موجة التصدع اللي جاي عليها من المنظومة السياسية، ردتها حطتها على بوابها وصدرت قرار جامع لكل أعضاء مجلس قضاء الأعلى. طيب اليوم موضوع القاضي عون مثل ما ذكرنا هو موضوع بيتعلق بالأداء القضائي مش مكافحة الفساد، يعني اليوم كأنه عم نشيل قاضي عم بيكافح الفساد، اليوم نوضع محله قاضي آخر كأنه هو ما بده يكافح الفساد، وهيدي القصة اللي قلناها بس حاول الرئيس عبود عم قولها شيء يعني اليوم يستفيد من النصوص القانونية الموجودة لحتى يطبقها حتى يتمكن ياخد قرارات بمواضيع يعود اتخاذها أساسا للتفتيش القضائي والنيابات العامة. اليوم نلاقي انه دايما تتوجه كل الانظار شو بده يعمل مجلس القضاء الاعلى، بس مجلس القضاء الاعلى مش كل الصلاحيات بيده، هيدي لازم اليوم نفسرها، يعني اليوم حاول مجلس انه يستفيد من النصوص القانونية وياخد القرارات اللي هو قادر يخدها، بس منلاقي انه في بمكان اخر ينتقد مجلس القضاء الاعلى على القرارات اللي اتخذها وبينقال لازم يكف ايد القاضي عون، بس هي هل صلاحيته أنه يكف يده أم هيئة التفتيش بالقضاء؟ مجلس القضاء الأعلى مارس صلاحياته لعطيها القانون القضاء العادي، بس استفيد من النصوص القانونية كاملة وبالتالي أخذ قرار بعد دراسة ملف الرئيس غادة عون والاستماع إليها، أخذ قرار بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي. هيدي ضمن صلاحياته،
هيئة التفتيش القضائي عليها ترجع تقوم بواجباتها بالملف المحال إليها من مجلس القضاء الأعلى. نعم. كما هيئة التفتيش القضائي فيها تطلب من وزير العدل أن يكف يد القاضي غادة عون في حال إحالتها إلى المجلس التأديبي. ولكن مجلس قضاء أعلى من ناحية تانية فضلا على أنه أحال ملف القاضي غادة عون إلى هيئة التفتيش القضائي للتدقيق والتحقيق، أخذ قرار تاني ضمن القرار هيدا بأنه أن تلتزم بقرار توزيع الأعمال الصادر عن مدعم التمييز. نعم. وبالتالي صارت القاضي غادة عون مرتبطة وملتزمة بأنه تحيل الملفات يلي تحت إيدها، ولا سيما ملف شركة مكتف تحيله إلى القاضي اللي تم تعيينه لمتابعته من قبل مدعم التمييز اللي هو القاضي سامر ليشاع. سامر ليشاع. أنا بدي استقبل اتصالين من حسن دي بالجنوب، خليك معنا لازم ناخد اتصال. مين معي؟ ألو. ألو بونجور. صباح الخير. بونجور. تفضل. يعطيك العافية، تحياتي إليك ولضيفك. تفضل. تحية. نعم. أنا بدي أبدأ من الكلام اللي عم بيقوله حضرة المجلس قز الجسم القضائي، بس بدي أذكره هون أنه المطلوب اليوم إنقاذ لبنان، وما وصل لبنان لهون لو في قضاء بلبنان، وكل السرقات تحدث تحت نظر القضاء وأحيانا بمشاركة بعض القضاة، مع تحياتي لكل قاضي نزيه في لبنان. السرقات مثلا بيع أملاك الناس بعشرة بالمية من ثمنها يا ظلام، بعشرة بالمية من ثمنها بتبيعوها بعصابة مكونة من قاضي ومحامي وبنك فاسد وتاجر مجرم وخبير محلف على الشيطان. هيدا بلد كله فساد مدام. ايه اكيد، يعني صرنا كل يوم عم نحكي عنه انه فاسد. نعم. مدام القضاء هو سبب رئيسي بوصول لبنان إلى هون. نحن مش السلطة السياسية، معلش مش السلطة السياسية اللي مهمني على القضاء. لا لأنه هو لما يجي السياسي ليتدخل وبيكون القاضي بيوقف، شوف يا الدمار شو عمل فلح إيطاليا. هؤلاء القضاء هم خدمتشيين فقط لدى السياسيين، وهم الممثلين، هم المجرمين الرئيسيين اللي عم يمثلوا عم ينفذوا جرائم السياسيين. نعم. السياسي لوحدهم لما بيكون في مواطنين شرفاء ما بيقدر يعمل شيء سياسي. فينا نعمم؟ فينا نعمم؟ أكيد. أنا وجهت تحياتي لكل قاضي نزيه من مغلوب على أمره، لأن القاضي النزيه اليوم عم ينصحوا في الأرض يا مدام. نعم. السياسيين وأصحاب القضاة الآخرين الفاسدين بيع أملاك الناس بعشرة بالمية جريمة ضد الإنسانية. أنا بدعي كل متضرر إنه يتجمعوا مع بعض ويدفعوا دعوة على الدولة اللبنانية والقضاة، ولازم يعدموا هذي اللي باعوا أملاك الناس بعشرة بالمية من ثمنها. يعني شو معلون. شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. تفضل. يعني شكوة الناس. يعني الناس أربع ملايين. شكوة الناس. حسن دي بالجنوب. تفضل. يعطيك العافية. يا أهلا. انضم لك. قبلك عم يحكي المتصل. هو فعلا ما في قضاء حقيقي في البلد. احد الاشخاص قال لي اللي هو يقول انه لفقوني تهمي، فعم نحكي بالموضوع وشو قال لي. قال لي اوعى تفكر انه في قاضي بلبنان يعني بهمه الوطن وبهمه يبني، هذا بهمه كم مصلحة كم يرضي فلان او علتين، اخر همه البلد. المسألة تتعلق بالمواطنية بوطنية. هل هؤلاء وطنيون عن جد؟ انا بقول لك بالشكل العام لا. لو كانوا هيك لمجرد القاضي انه يسمع عباره او شوف بيته عن تهريب مثلا بيعمل استدعاءات المباشره. القاضي مجرد ما انه تقدم له شكوي مش بزتها على جنب وبصير يتصل وبصير بده يشوف فلان او علتين، او اذا طلعت على شيء لص اللي بيسموه زعماء، كل همه انه راح يبلغوا انه كيف بدنا نظبط لك الملف لحتى يبيض ويجوا عنده. نعم. القضاء في لبنان يبتدئ من عند الدرك اللي بزور الملفات وينتهي عند اكبر رئيس المحكمة. للأسف انا مش عم بشمل الكل طبعا، بدي اعطي تجربتين بسيطتين. بزمانات وزير التربية قديما رفع شهايد مزورة لأحد الأشخاص، صار نائب
ولم يجلي على الإطلاق تحيات بذلك. شكرا لا. يعطيك العافية. هيدي عنوان من عناوين كتير يا أستاذ حسن، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم حتى بعز الحرب يعني خلينا نقولها ما صار في انقسام قضائي مثل اللي عم بيصير. لا هلأ ما صار هيك. لا. يعني اليوم ما صار هيك. ما صار هيك أبدا، حتى بعز الوصاية السورية ما صار هيك. هلأ ما في شك الوصاية السورية كان ضابط إيقاع، نعم ضابط إيقاع للمنظومة السياسية. هلأ المشكلة هون وين صرنا من بعد خروج سوريا من لبنان؟ نعم. ما بقى في ضابط إيقاع للمنظومة السياسية، صارت المنظومة هي فايتة ببعضها، وبالتالي صار في تيارات بقلب الجسم القضائي. اليوم مش أول مرة بيستمع مجلس القضاء الأعلى إلى القاضي عون، أول شيء استدعها أكثر من مرة وتعهدت أنه يكون أداء جيد وأنه ما تصرح ولا تكتب على الواتساب ولا تعطي تصريحات، بس كمان كل هالتعهدات ما التزمت فيها. مشان هيك اليوم بقرار مجلس القضاء الأعلى أحيلها إلى هيئة التفتيش القضائي. طيب. طبعا كل هالممارسات هيدي بتخرج عن سلوكيات، بس عم بيقولوا ليش ما كف ايده؟ هل من صلاحيته كف الايده؟ لا اكيد لا، مش من صلاحيته. عمل ما يسمى يعني التزم تبنى قرار توزيع الاعمال الصادر عنه دعم التمييز، ما يعني انه كف يد عن الملف يلي عالق تحت ايده. اي بس اليوم الملف صار عند هيئه التفتيش القضائي، وهيئه التفتيش ملف الشخصي، ملف الشخصي وصار ملف الشخصي. نعم. مش الملف القضائي، لا ملف الشخصي، بس هيئه التفتيش القضائي بالتصويت يعني لحتى تحيلها على هيئه التاديب بدها تصويت، والتصويت لازم يكون شو طبعا من هيئه المجلس. يعني هيئه المجلس قدي لازم يصوتوا هيئة فيه. هيئه المجلس اليوم في عضوين مش موجودين، هن هيئة المجلس مؤلفة من الرئيس ومن 4 مفتشين عامين. نعم. هن بياخدوا قرار بإحالتها إلى المجلس. عم بيقولوا القصة طبعا مش رح تتحول لأنه هونيك ما رح يكون في تصويت. هيدا موضوع تاني هلأ ني بالكويزين أترن يعني تبع هيئة المجلس. طيب شو بيصير يعني؟ أو بتحفظ الملف أو بتحوله على المجلس التأديبي إذا ما كان في توصلت التحقيقات عندها أنه ما في شيء يستدعي. إحالتها إلى المجلس التأديبي. نعم. لا تحال، وإذا لقيوا أنه في شيء يستدعي إحالتها عن مجلس تأديبي تحال. المادة 95 هي المهمة واللي طلعت إلى العلن طبعا، بدك تصويت 8 من أصل 10، في 2 ناقصين. في 2 ناقصين صح. شو رح يصير بهالإطار يعني؟ صح. صار بدك إجماع. شو رح يصير؟ صار بدك إجماع. بس هاي المادة 95 ست نوال هي بتتعلق بإعلان عدم أهلية القاضي. نعم. يعني من بعد ما الملف يصير فيه تحقيق بهيئة التفتيش القضائي، نعم، يحال نتيجة التحقيقات اللي بيعملها هيئة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى بيدرس إمكانية إنهاء خدمات القاضي المعني من خلال إعلان عدم أهليته، ولكن بده أكثرية 8 على 10 من أصل يعني عارف. معلومات برنامج نقطة على السطر ما في تصويت رح يكون بالإجماع بهيئة التفتيش القضائي معلوماتنا. طيب شو مصير هالملف برأيك بيصير؟ يعني يحفظ يحفظ ملف القاضي غدا عون. نعم. أمام ملف التفتيش الشخصي للقاضي عون. نعم. ملف يا بيروح على التفتيش ومن التفتيش بيروح على مجلس تأديب. نعم. يا بيروح على التفتيش بيرجع على مجلس قضاء أعلى لطلب إعلان عدم أهليته، وبالتالي إخراجها من السلك، عدم الأهلية، إسقاطها من سلك القضاء. بس ما في هلأ يعني معلوماتنا أنه ما في ما رح يكون هاي معلومات. أوكي. هاي معلومات هاي. نعم. معلومات. نعم. علي من لندن تفضل. ايه ألو صباح الخير ست نوال. يا هلا الكريم. نعم. خلينا نرجع للأساس اللي هو نحن بنحتكم له مثل ما كان يقول بنرجع للكتاب. شو بيقول الكتاب؟ الكتاب بروحيته بالدستور بيقول أنه لبنان مواطن لجميع أبنائه. كمان الدستور روحية الدستور بتقول انه وظائف القطاع العام هي وظائف على اساس الكفاءة. والدستور كمان بيقول انه فصل السلطات، يعني معنات الحكي كل اللي عم بيصير بلبنان لحديث هلا هو خارج اطار القانون وخارج اطار الدستور. انا اليوم ستنا الكريمة السؤال اللي هو عم يطرح حاله واللي هو عم يفرض على حاله انه قبل ما انه اعمل قوانين لهذا خليني اطبق الدستور وخليني اقوم بالدستور. سؤالي لضيفة الكريم
كقاضي وكموظف على القطاع العام، هل هو القطاع العام هلا لحديث هلا قادر انه يعمل عمليه تطهير لنفسه من الولايات السياسيه الطائفيه والحزبيه ولا لا، ولا ناطر الثوره؟ والسؤال الثاني هو للثوار لحديث هلا، اذا انتم قدرتوا تسقطوا رئاسه الحكومه ورئيس الحكومه، ليش التوجه لحديث هلا مثل ما عم بيقول البطرك الراعي هو تحرير الدولة؟ تحرير لما رفع شعار تحرير الدولة، يعني رفع شعار تحرير الدولة من الولايات الطائفية والسياسية والحزبية، ليش التوجه تبع الثوار لحديث هلأ ما عم بيقوم بهالضغط هيدا لرفع الوصاية السياسية عن المؤسسات الدولية وعن القضاء وعن الأجهزة الأمنية؟ هذا سؤالي، بس حبيت إني شارك إيد اليوم. تفضل حضرة القاضي فرانسوا ظاهر، فيك تجاوبه؟ بالنسبة للثوار طبعا يعني لازم مطالبهم تصب بخانة تحرير القضاء اللبناني من الوصاية السياسية عليه. بالشيء الأول من السؤال، القضاة هن أنفسهم بدهم يحرروا نفسهم بالنتيجة، يعني بدهم يتنكروا ليلي عينون، ما هين كتير القسم القاضي. طب وين هالقسم القاضي؟ هو ما هو السلطة السياسية بتعينه، السلطة الإجرائية بتعينه، ما في زعالة وإلا لا عينته شو بتصير ولي أمره؟ عينته بصير تابع؟ عينته بيتخلى عن رسالته؟ عينته بصير مدين لإلها؟ بس هيدا اللي بيعمل واجباته بحسب قسمه. نعم، وبيكون حرر نفسه وحرر العدالة وحرر الناس، وصلت الناس لحقوقها وأنصف المجتمع. رح نستضيف رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان. صباح الخير رئيس. أهلا. اليوم حضرتك اعتبرت أنه القضاء بمحنة ومش بأزمة، شو يعني؟ القضاء بمحنة من 30 سنة لليوم، مش اليوم بس. اليوم تفعلت أزمة وتحولت المحنة بسبب سوء أداء السلطة السياسية، لأنه كل ما يجري بعد اتفاق طائف بما فيها في السلك القضائي هو مخالف للمادة 95 بالدستور، يلي نصت على إلغاء التمثيل الطائفي في القضاء وفي الأسلاك العسكرية وفي الإدارة ما عدا وظائف فيها الأولى. للأسف الشديد سياسيين حكموا بمفاصل القضاء من خلال تكريس مواقع في القضاء لطوائف معينة خلافا لما نص عليه الدستور بعدم تكريس أي وظيفة لأي طائفة. لذلك اليوم بالقضاء بفعل تحكم السياسيين بالتشكيلات القضائية، صار في قضاة محسوبين على جهات سياسية يعملون بتوجيهات هذه الجهات السياسية، وبتنتهي ولاية قاضي في موقع معين، رئيس الطائفة هو يلي عم بيعين القاضي محله، والقرار مجلس الوزراء عم بيكون عملية إخراج فقط. لذلك هذا المسار الذي سلكته السلطة فهو مخالف تماما للدستور بما يختص بالقضاء وبما يختص بكل الأمور الثانية، هو الأوصل البلاد إلى الكارثة وأدى إلى تدمير مؤسساتها. اليوم ما بدي أدخل أنا في الصراع يلي دائر ضمن قضاء، بس بدي أقول أنه بتمنى معالجة هذه المشكلة في القضاء من خلال المؤسسات التي ينتظم في إطارها العمل القضائي. تكيد تقرأ بيان اليوم مجلس القضاء الأعلى اللي طلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى، طلب من القاضي عون التزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز. نعم، خلي التفتيش القضائي يقوم بواجباته. لو التفتيش القضائي قام بواجباته قبل هيك ما كنا وصلنا لهون، بس في انقسام يبدو يعني بالتفتيش القضائي. نعم، القاضي رابع عام في عنده مجال تطعن بقرار المدير العام او النائب العام التمييزي، فيها تطعن بقراره امام مجلس الشورى الدولي، خلي مجلس الشورى الدولي ياخذ القرار في هذا الخصوص
يعني أنا بعتقد إنه القضايا لازم تتعالج ضمن المؤسسات التي ينتظم في إطار العمل القضائي، وعدم معالجتها بالشارع بالتظاهرات وبوقوف أحزاب إلى جانب كل فريق من الشركاء المتصارعين. يعني نعم اليوم هذا نعم. يسيء جدا إلى سمعة القضاء ويسيء إلى أصلح المصلحة الوطنية العليا. لذلك نعم. أعتقد أن القضاة هم نفسهم طبع سياسي مرد جدا وطبع سياسي فاسد، ولكن القضاة يجب أن يحصنوا أنفسهم حفاظا على كرامتهم وعلى ما تبقى من كرامة المؤسسة القضائية. اليوم أنا شخصيا ناشد سياسيين رجال قانون عدم صب الزيت على الناس، تبريد الأمور وإفتاح المجال أمام معالجتها بالحكمة والدراية والحنكة حفاظا على سمعة القضاء وعلى المصلحة الوطنية العليا، لأنه اليوم فئة مسؤولة بالداخل وبالخارج بالدولة اللبنانية، هذه الدولة التي غرقت بالفساد للأسف الشديد حتى الآن ما ظهر أي فاسد، ما في ثمة فاسد ألقي القبر عليه وحكم ووصل الملف المتهم فيه إلى صدور أحكام واضحة بشكل. نعم حضرة الرئيس، نعم استعادة الثقة اليوم الدولة مرتبطة لحد كبير بالأحكام المفترض أن تصدر عن القضاء. نعم بس اليوم شو بيقدر يعمل مجلس القضاء أكثر ما عمل من هالبيان؟ يعني اليوم لو كنت حضرتك رئيس مجلس القضاء الأعلى شو كنت بتعمل؟ ما كنت خلات القضية توصل لمحل الاستقلال. كيف يعني شو كنت بتعمل؟ ما هو استدعاها أكثر من مرة وهي تعهدت إنه ما تخالف ودين وخلافها. ما بدي أدخل بتفاصيل، نحن بالزمان بالمجلس الدستوري بتدخلوا بعض السياسيين وأبطل وعطل النصاب بالمجلس الدستوري سنة 13 لمنعنا من اتخاذ قرار بتمديد ولاية مجلس النواب، جبنا قاطعوا الجلسات وعملنا لهم محاكمة داخل المجلس وتغلبنا على الأزمة خلال أسبوع بدون ما لجأنا لأي سياسي، ورجع المجلس الدستوري بكامل أعضائه مارس أعماله على أحسن ما يكون وأصدرنا قرارات أبطلنا فيها قوانين، لكن راضي عن قراراتنا لا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا رئيس مجلس وزراء، ما فرقت معنا من حدا. نعم بس القصة وما فيها لا يعمل إصلاح بالقضاء لازم تكون مفرج عن تشكيلات قضائية وضعها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وحضرتك عم بتقول المجلس نايم وضعيف، هون المطلوب في قانون في مشروع قانون أو اقتراح قانون عم بيبحثوا مجلس نواب يتعلق باستقلالية السلطة القضائية، بس له سنوات عم بيبحثوا. ايه ما هو بقول لك مفروض يصير في ضغط على مجلس نواب لإقرار هذا القانون. لازم مجلس القضاء الأعلى حسب رأيي أنا يكون منتخب من القضاة ويكون مناط في تعيين القضاة وترفيعهم والتشكيلات القضائية وتعيين وترفيع كل العاملين في القطاع القضائي، لأنه ما بيجوز القضاء يظل مشرزا وخاضع المراكز الأساسية فيه لتوجيهات الزعامات الطوائف اللي هي بتتحكم للأسف الشديد بالتعيينات في مجلس الوزراء وبالتشكيلات القضائية. نعم يعني مين بده يضغط؟ الناس الشعب الثوار؟ أكيد هلا عاملين انتفاضة. هلا عاملين الانتفاضة شو عم بيعملوا؟ انتفاضة بالعياط وبالصريخ، هاو الانتفاضة بالضغط بشكل مرتب بوضع برنامج التغيير بتوحيد صفوفهم بإيجاد قيادة صعود التحرك، مش قضية هيك يعني شكل فولكلوري. يعني اليوم يعني عم بيقول ببيانه رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه رح يكون له كلمة
عبر الإعلام بيتناول فيها الأوضاع القضائية يعني بشكل عام، طبعا بموعد يحدد لاحقا. يعني اليوم كبلينه إن كان بمجلس النواب بعدم إقرار قانون استقلالية القضاء، وإن كان يمكن بحجز اليوم التشكيلات القضائية مش ملبك، رئيس مجلس القضاء مكبل. هلا مكبل، كل الدولة مكبلة، رئيس الجمهورية مكبل ورئيس الوزارة مكبل وكل الأمور مكبلة، لأنه سوء الأداء السياسي من 30 سنة لليوم وصلنا للحالة اللي احنا فيها. نعم. على صعيد تدمير المؤسسات وعلى صعيد الإفلاس يلي أصاب الدولة وخلى يعني وعمل عملية فقدان ثقة بكل شيء بلبنان، ما عاد بصير في ثقة بشيء، لا ثقة بالدولة ولا ثقة بالمصارف، وحتى الناس ما عاد عندهم ثقة ببعضهم لأنه الفساد نخل كل مفاصل الدولة. الحل بتغيير السلطة السياسية اللي هي سبب التغيير اللي نحن عايشينه بكل المؤسسات. نعم. يعني عملية تغيير عملية دون صعوبات كثيرة، يعني ايه مثلا انتخابات نيابية، مثلا انتخابات نيابية عند الناس مواطنين كمان مسؤولين. اوكي، الناس هم المسؤولين بالدرجة الأولى، بس للأسف الشديد الناس مخدرين بالعصبيات الطائفية. بكرة وقت الانتخابات بيرجع كل واحد بينتخب الزعيم اللي انتخبه قبل مرة. هذا مجلس النواب يلي فيه 128 نائب، هو عمليا فيه 6-7 نواب والباقيين أتباع ماشيين ورا 6-7 يلي حاكمين البلد. يعني على كل حال، خطوة القضاء الأعلى بتعتبرها كافية ولا مش كافية؟ سؤال أخير. لا، مش عم بقول أنا فاشل، عم بقول إنه هي محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها من ضمن المؤسسات التي تتولى شؤون القضاء. نعم. أنا بعتقد لازم ينفتح مجال لهذه المؤسسات القضائية لمعالجة المشكلة يعني، وتبريد الأمور وعدم ترك الأمور على ما هي بالشارع، إنه فريق بيتظاهر مع هذا القاضي وفريق ثاني بيتظاهر مع القاضي ضده وهذا. وبعدين للأسف الشديد رجال قانون بيطلعوا على التلفزيونات بيصبوا الزيت على النار، يعني بدل ما يحاولوا يبرزوا العملية بيحاولوا يحموها، لا، لأنه كل واحد منهم في وراء جهة سياسية معينة عم بتوجهه. على كل حال، أنا بدي أشكرك رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. خلينا ناخد ويس مسج. صباح الخير، أنا بس بدي أقول أنه طالما كل ما ينفتح ملف معين كرمال نواجه أو نحارب الفساد، القاضي هو اللي عم يتحارب وهو عم تطلع الدنيا وتقوم عليه بالإعلام وين ما كان. مشان هيك نحنا بلدنا رح يضل هيك الحياة، وما بحياتنا رح نتقدم. ويعطيكم العافية. شكرا. كمان بناخد فويس كمان آخر، تفضل. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم. أنا حبيت شارك على طول ببعث، بس ما بتطلعي لي صوتي على الإذاعة، ما بتلحق. أكل حال، يسعد صباحي صباح ضيفي. بس أنا حابب أقول شغلة صغيرة، الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم. والسارق واللي شايف التاني إنه عم يسرق وساكت، سرق معه. القاضي المنيح للي شايف القاضي اللي عم يرتكب جريمة هو معه مشترك، هو معه. والوزير اللي ساكت على الوزير الثاني وشافه شو عم يعمل وما عم بيحكي كمان معه، ولو كان آدمي، ولو كان نازل من عند الرسل من فوق، لو كان نازل من عند الله، أي واحد آدمي، يعني أي واحد آدمي، أي قاضي، أي محامي، أي أي واحد بالدولة شايف قدامه الفساد وبيعرف عنه فاسد معه. شكرا لك. اليوم ضيفي القاضي فرانسوا ظاهر. ليش عم ينقال يمكن من بعض القانونيين انه موقف مجلس القضاء الاعلى ما كان على قدر الامال؟ هو ما كسر القاضي عون وما حقق انتصار للقاضي وعيدات ساوى بينهم. شو رايك باللي عم ينقال؟ هيدا راي ملون، هيدا منه راي موضوعي.
هيدا رأي في غاية سياسية من وراء، منه رأي موضوعي، مش رأي موضوعي برأيك. رأي الموضوعي مجلس قضاء أعلى قام بكامل واجباته، مارس كامل صلاحياته بدون أي بس الخطوة بدون هل كان لازم خطوة المجلس الأعلى للقضاء، هل كان لازم تعزيزها بخطوات إصلاحية أخرى، تبدأ بإعادة تحريك ملف التشكيلات القضائية النايم بأدراج القصر الجمهوري، تستكمل بحسم بقية القضايا المحالة إلى التفتيش القضائي، تستعجل إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب؟ يعني كان لازم تتبع الملفات المحالة إلى التفتيش، هي نعم. بتدخل بالأعمال الداخلية للسلطة القضائية. نعم. هلا التشكيلات القضائية واقفة على توقيع رئيس الجمهورية، هذه كيف بده يحركها مجلس قضاء أعلى؟ موقعة من الوزراء المختصين، موقعة من رئيس الحكومة، واقفة عند رئيس الجمهورية. هلا ما راح أدخل أنا ب بتفسير مدى صلاحية ما عندها وقت محدد يعني؟ ما في هلا بالإمكان كله بلبنان ما في وقت محدد، لا تشكيل الحكومات ست نوال بالدستور. نعم. مش كل شغلي بنص عليها الدستور بيقول شو مواقيت لإلها. نعم. المواقيت هي بعمل المؤسسات الدستورية، يعني اليوم ما في إنسان يكون مسؤول عن موقع دستوري ويكون عنده مهل مفتوحة، ما في شيء بالدستور مهل مفتوحة، كل مهلة مش محددة هي مهلة آنية، هي مهلة حكمية آنية بس مش هيك ومحدودة التوقيت. هيك عمل الدستور، هيك بتشتغل مؤسسات. ما مين قال عم الدستور بس؟ هلا انا بقول لك شو الدستور. الدستور ما بيحدد مواقيت، وقت ما بيحدد مواقيت يعني مواقيت انيه لتمشي المؤسسات الدستوريه، لتمضي المراسيم، لتمشي مسار الدوله بالشكل الصحيح. استعمال المواقيت واعتبار انه مش مكتوب عنا بالدستور ونستعملها بامال غير محدده، صرنا بشكل واضح أم نخالف الدستور وأم نخربط عمل المؤسسات الدستورية. نعم. ليش عم ينقال أنه في خوف عند القضاة خصوصا من تطبيق المادة 95؟ يعني هي بتطرد القاضي من عمله، منشان هيك هو مضطر يساير وينفذ اللي بينطلب منه من قبل هالسلطة السياسية. هل هالشي صحيح؟ المادة 95 هي عملية أعطيت لمجلس القضاء الأعلى أو للسلطة القضائية بأنه هي تطهر ذاتها. نعم. بذاتها. نعم. إنه هي تطهر ذاتها بذاتها. انطلاقا من هون المادة 95 تمارس بحكمة، تمارس بتؤدى، تمارس ببعد نظر وبأسباب موجبة تؤدي إلى عدم أهلية القاضي. بس اليوم في انقلاب على الدستور وعلى القانون وعلى مؤسسات الدولة، وهيدا عم بيسبب خطر وجودي على السلطة القضائية بلبنان، صح؟ فينا نقول هيك. ليش فينا نقول غير هيك؟ فينا نقول هيك. فينا نقول غير، فينا نقول غير هيك. في تدخل أكيد، في تدخل وكتير كبير، في تدخل. لا قلك ليه، لأن ست نوال اليوم توزيع المناصب القضائية على الطوائف شيء، ولكن الولاءات السياسية لأركان السلطة القضائية شيء آخر. نعم. واضح؟ نعم. ممكن أن تتوزع المناصب على الطوائف بحكم الأعراف المعمول بها، ولكن أن يكون هذا الموقع تابع سياسيا لمحور سياسي معين، هيدا أمر آخر. بس الأمر الآخر هيدا بيرجع لأنه نظامنا السياسي صار اتحاد طوائفي واتحاد سياسي، كونفيدراسيون كومينوتير كونفيدراسيون بارتيزان، يعني صار كل واحد عم بياخد اللو تبعه من الطوائف ومن المواقع السياسية، وعم بيستعمل هذا اللو، هذا الباكج اللي عنده إيه، عم بيستعمله لنفوذه السياسي الشخصي والذاتي. نعم. بس القضاة يعني عندهم قسم، وهني لازم يحترموا قسمهم وإلا يعني طبعا. ايه بس هني كمان من المسؤولين اللي وصلوا القضاء إلى ما هو عليه اليوم، القضاة بلبنان، وهني اللي دمروا مواقعهم ومواقع السلطة. ايه لأن صار في ربط بين بعض المفاصل وبين المواقع القضائية وأركان السلطة، انطلاقا من النظرية الأساسية
وهي يعني انه هذا النظام بده حمايه لإله من القضاء، من الجسم القضائي. بس وزيره العدل دعت الى ثوره اليوم في القضاء وقالت على مجلس القضاء الاعلى طبعا يعني اليوم انه يعمل ثوره وانه يتخذ قرارات مناسبه وباسرع وقت ممكن. يعني اللي عم بتقوله كيف بده يطبق؟ وزيرة العدل دعيت الى ثوره من قبل القضاة انفسهم. نعم. على انفسهم لمصلحتهم. هيدي الثوره دعيت لها، وهذا كلام انا على هالمنبر قايله بمراحل سابقه متكرره، انه هيدا باب الخلاص، هيدا باب الخلاص. بس شفنا اجماع اليوم بمجلس القضاء الاعلى، شفنا اجماع يعني بالقرار. هيدا ممكن يشكل شو بقى؟ هيدا ممكن يشكل نواة لنكمل المشوار باصلاح داخلي. هل القضاء بيقدر هو يطهر نفسه بنفسه اليوم؟ صح، وهيدا نحن اللي معولين عليه. مادة 95 بتفتح الباب. ما بده يشوف البلد لوين رايح، ما بده يكون هو يحافظ على البلد، هي من مسؤوليته من مهماته. اكيد في يخلع الروب الأسود اللي هو طبعا لابسينه إياه الطوائف وزعمائهم اليوم. والمذاهب، ويلبس الروب الأسود اللي هو يعني أقسم إنه يحافظ على حقوق الناس ويكافح الفساد. صح. ويحافظ على هالبلاد اليوم. ومتى لبس هالروب بده حكما بده يكون اقتلع كل بقية الأسواب. يعني شيء طبيعي. اليوم في رقم بينتهي ب 302، بغض النظر اذا كان مع حق تتصرف هيك او لا، مش مفروض يتحقق اولا بشركه المكتف اذا مارست تحويل او تهريب اموال لنافذين. هيدا اكيد يعني هيدا حق نحن، هيدا موضوع الملف، هيدا موضوع الملف، هيدا موضوع الملف. يعني اليوم نحن عم نركز نحكي عن القاضي عون بدل ما نحكي عن هيدا. ملفات كثيره، كل ملف فيه علامة استفهام عن الفساد، لازم يتحقق فيه وشوفوا إذا في فساد ولا لا ويتحكموا الفاسدين. صحيح. هيدا طبعا نحن على طول بندعي لإله. اليوم عم يحكينا فتشوا عن العمالة للنظام السوري والنظام الإيراني اليوم، هيدا ما بدنا ندخل فيه. سؤال، خلينا ناخد كمان فويس مسج. يسأل صباحكم. مش غلط اذا بيصير في فتح ملفات ولو بصوره كيديه، ما غلط ابدا، بركي العالم تعرف شو عم بيصير. يعني خلي هذا القاضي يفتح ملف فساد نكايه بطرف معين، والطرف الثاني يفتح ملف فساد نكايه بالطرف الاخر، خلي تنكشف كل الامور. علي الشعب اللبناني بيعرف ساعتها، خلي يفضحوا بعضهم يا اختي، يفضحوا بعضهم بالاسلوب هذا. يعني هذا الشيء بوصل لانه الشعب يعرف كل الفاسدين من طريق النكاية اللي عم يعملوها بين بعضهم، نعرف كل الحقائق. يعني يعطيكم العافية، شكرا لك. موضوع القضاء موضوع كتير فيها وجهة نظر باللي تفضل فيه. فيها وجهة نظر باللي تفضل فيه. رح لي كيف انه اليوم في عدة مفاصل بالقضاء عم تشتغل لعدة يعني لعدة جهات. نعم. وبالتالي كل جهة بتفضح الجهة الاخرى. مستقبل كمان اتصال، مين معي؟ الو، تفضل. الو، ايه تفضل. بونجور ست نوال. يا هلا دكتور حسيمي معك. يا اهلا وسهلا فيك. انا بدي ضيفك الكريم، نحن منا بمدينه فاضله. انا باللي عم بسمعه من القاضي الكريم ما عم بيحاول ولا باي طريقه يعطي الانسان حقه بمدينه. نعم. نحن بمدينه فاسده وليست بفاضله. واحد اثنين، هل يمكن القضاء يطهر نفسه؟ لا يمكن القضاء يطهر نفسه طالما مرتبط بأجهزة سياسية، لا يمكن. نحن عم نضيع وقت يا ست نوال، عم نقول في قسم يحترموه، يعني كل واحد يرجع إلى ضميره. ست نوال ما بقى في بهال، عم نطلب يرجعوا إلى الضمير. طب يعني اليوم يا ست نوال يا صديقي ما في قسم، ما عم يخالفوا كل القسم، عم يخالفوا كل قناعاتهم بس ارضاء للزعيم اللي حطه بالمركز. طب لمين بدنا نتوجه اليوم؟ في طبقه حاكمه ما رح تتنازل عن الهيمنه على القضاء، وما رح تعرض اركانها للمساءله والملاحقه بقضايا الفساد. مين بدنا نعول؟ نعم. بالوقت الحاضر بالنظام السياسي الفاسد لا يمكن انه تعولي على اصلاح. بعدين طب شو بدنا لحظه نحن ما منعول، شو بدنا نعول؟ نرضخ للواقع؟ طيب شو يعني منقول في فساد ومنقعد؟ نعم؟ منقوم نعمل ثورة بحرب أهلية نخرب البلد أكثر؟ ثورة للإصلاح،
ثورة دعما للقضاة النزيهين لحتى يكتروا ويكبروا. اليوم بدنا نرجع للضمير. قادرين نظهرهم على الساحة نحن القضاة النزيهين؟ قادرين نسميهم؟ فإذا بنستسلم؟ نستسلم؟ بدها لك يا ست نوال، في النهاية أنا برأيي، أنا برأيي بدها ثورة، بس ثورة فعلا ثورة، مش ثورات، ثورة بقيادة تعرف وين مصلحة البلد وعلى أساسها تشتغل. وميرسي لك ولضيفي. شكرا لك، اهلا وسهلا. في كمان اتصال، مين معي؟ الو، صباح الخير. صباح النور مدام نوال. يا هلا. انا اذا بتتذكري، ما بتتذكري صوتي، انا من زمان بقول لك مشكله البلد هي مشكله قضاء. انا رح اقول شغله اذا بتسمح لي لك ولضيفك. نعم. اليوم وقت مجلس النواب من شي 3 4 سنين او اكثر شوي اجى بده يدق بصندوق التعويضات، يوم النهار الوحيد يلي انتفض القضاء، واذا بتتذكري قالوا إن المس بالصندوق هي مس بكرامة القضاء، كأنه القضاء بلبنان كرامته بجايبته. ما انتفض القضاء على كرامته إلا وقت دقوله بجايبته. هذا القضاء يلي عنا قضاة أوادم، فبيفرجونا يفرجونا ملفات لينايمة بجوارير. أي قضاء بالعالم القاضي بيداوم يومين بالجمعة؟ أي قضاء بالعالم القاضي بيجي الساعة 11 على محكمته؟ بعدين قصة غادة عون، ليش قايمين القيامة؟ أنا اليوم غادة عون فتحت الملف، غلطاني او مش غلطاني ما بعرف، بس اليوم التحقيق رح يكمل بمحكمه ثانيه. ويعني فتحنا الملف لانه في تمرد داخل القضاء. لا. يعني كل واحد فتح حسابه، هيدي هي القصه يعني. مدام بدي اسالك سؤال. الشعب اللبناني اليوم بيعتبر انه عنده قضاء فعال؟ خلينا نحكي الامور مثل ما هي. هل الشعب اللبناني، ما نحن بنسميه قضاء والقدر بلبنان عشان كل الناس، ملفات نايمه بتتبايع على جارك مثلا معمر مخالف او عامل شيء، بيورث الدعوة ابنك، وهذا شيء عم بحكي واقع، لا بيكون في تدخل سياسي ولا بيكون في شيء بالموضوع. نعم. بعدين من يمنع القاضي إذا تلفن له رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية أعلى مركز، ضميره وأخلاقه، ما شو بيمنعه يقول له اعمل معروف، ما بقى دق لي أنا بعرف شغلي، ما هن بيدعوا إنه عندهم ضمير وهن مستقلين وهن شكرا. وهن وهن نعم، شكرا لك. على كل حال، تنقية ذاتية بالقضاء بدي أقوله للقاضي فرانسوا ظاهر، هي بدأت من فترة وبعدها مستمرة، وعدد كبير من القضاة أنهيت خدماتهم طبعا مش عبر الإعلام، أو صرفوا أو استقالوا خلال الأشهر الأخيرة. يعني فينا نعول على هالشي، فينا نعول على هالشي، فينا نعول على بعض المستمعين أنه بنرضخ للمستمعين أنه أنا أتكلم عن المدينة الفاضلة، أبدا ما أم بتكلم عن المدينة الفاضلة، أنا أم بذكر الجسم القضائي بمسؤولياته بواجباته بحقوقه. هذا التذكير هو كافي بحد ذاته لنعمل عملية إصلاح. نعم. ولو أولية. نقطة تانية بدي أقولها، مش النظام السياسي الفاسد ست نوال، شو المسؤولين عن هذا النظام هن الفاسدين. صحيح. حاج نحمل نظامنا السياسي هو الفساد. دستورنا بنقراه ما في عناصر فساد، بس قد ما كم قد ما عبوب الفساد صرنا شايفين في الفساد. المنظومة الحاكمة هي يلي مكونة من 7-8 شخصيات بالبلد يلي هن ركبوا نظام فساد. نعم. ما خصوا نظامنا، نظامنا منه فاسد، نظامنا صالح. اليوم ملفات فساد كتير، عم بيقلي مستمع لحد هلأ ما شفنا أي فاسد ورا القضبان، كل ما يكون في شبه أحد النافذين بتقوم طيفته بوضع فيتو، صاروا كلهم عم يشربوا قهوة عند القضاة ويفلوا، ما منعرف شيء اليوم من شيء اللي عم بيطبق بالمواضيع طبعا والقضايا. على كل حال، موضوع القضاء خلينا، انتهى الوقت، لازم نختم حلقتنا اليوم. لازم نتابع يعني هالمقررات اللي طلعت عن مجلس القضاء الأعلى، واليوم الضغط على إيد هيئة التفتيش القضائية طبعاً. هي بيت القصيد أو بتحيل الملف على الهيئة التأديبية أو بتحفظه. صحيح. شايف؟ صحيح. صحيح. وبعدين نعمل حلقة. وبعدين نعمل حلقة بمعيتك. شكرا لك القاضي فرانسوا ظاهر، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نواليش عبود، دليدا غانم، والمخرج رودريك نمنم. إلى لقاء مع